أنا أريد أن أبحث عن شخص يعلمني هذه النشيدة. كان بجوار بيت المرأة هذه طلبة يوغنديون جاءوا من يوغندا إلى القرية يتعلمون في الحلقات الإسلامية باسم مدرسة. فذهبت إليه إذ وجدته في ذلك اليوم في الحفلة نفسها، كنت أنظر إلى الحفلة وهو موجود. فذهبت إليه مباشرة، قلت له يا عبد الله حسين، هل من فضلك وإحسانك أن تعلمني النشيدة التي كنتم تنشدونها أمس؟ عبد الله حسين هذا قال لي لا يمكن أن أعلمك إياها لأنك غير مسلم. فقلت له كيف إذن؟ لابد أن تدخل في الإسلام. قلت له لا أريد ولا الإسلام ولا النشيدة، خلاص قضي الأمر. فتركته وشأنه وذهبت، وأخذت هذا من بالي. يعني عبد الله حسين هذا طمع أن هذا الرجل لو ذهبت إليه بكل الحكمة قد يقبل الإسلام. فكيف جاءني؟ جاءني وسلم علي عبد الله حسين هذا ويقول لي يا كينغا، لو دخلت في الإسلام أشتري لك إزار وقميص وطاقية كلها جديدة. من هنا صرت يعني على التنازع، أفكر في وصية الوالد لا تدخل في الإسلام، ومقابل أنني أجد في الشهر 15 شلن هذه الملابس الجديدة، ماذا أعمل؟ أفكر من هنا وهناك. أخيرا قررت وقلت أذهب إلى عبد الله حسين هذا، أخدعه يعني أتلاعب بعقله وأضحك عليه وأخذ الملابس ولا أريد الإسلام. فذهبت إلى عبد الله حسين هذا، قلت يا أخي أنا أتيت أريد الإسلام، لكن نيتي وضميري أن أخذ الملابس فقط وأذهب. فمن هنا عبد الله حسين ناداني في البيت وقال لي يا كينغا تعال، أنا أنطقك بالشهادتين ومن هناك أعطيك الملابس التي وعدتك إياها. فذهبت بعد صلاة العصر، فعلا نطقني بالشهادتين وأخرج الملابس وأعطاني، قال هذه هي الملابس، أخذتها. فلما خرجت من عنده قلت له خلاص قضي الأمر، وجدت الملابس ولا أريد الإسلام. جاءني مرة أخرى كأنه يراودني ويقول لي يا علي، سماني باسم علي، قال لي يا علي الآن هل بإمكانك أن نذهب معك إلى المسجد؟ قلت له الذهاب إلى المسجد والله حقيقة صعب، أنا ما أعتقد. كنت أرفض له الذهاب إلى المسجد، لماذا؟ لأنه قد يجدني واحد يدخل في المسجد فيذهب ليبلغ الوالد أن كينغ هذا وجدته يدخل في المسجد. الشيخ علي كريزة، شنو أكثر ما يميزه اللي خلاك تعامل معه وتكلف ببعض المشاريع؟ الرجل يجمعني ويا حب الدعوة وحب نشر الإسلام بين الناس، وحب استخدام الحكمة في الدعوة بدل الصدام بالمخالفين. أعتقد هذا جمعنا مع بعض وخلانا نسير في هذا الطريق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. أسمع قم بمتو ميتو محمد أنا سمع صلى الله عليه وسلم قم بوكاين دي سبب يمتو موجة تقوانغوكا بس وجراكي نبورة ولك الدنيا نسيرهم إلى الدنيا زود. وأعظم وظيفة في الدنيا هي وظيفة الأنبياء. ننسمع كازين زور إن دنيا هي دنيا تليوكوي كازيا ميتومي. وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله. ننسمع كازيا ميتومي نكوي تعاطف كني دنيا الإسلام غمار. من أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل مثل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم عليه. سيف زاويت حبيبه نيجي منو عجابو ومسيفو وعرابو كيكم هوا كوانديكا سيفا زاويتو اميني نيجي منو جماني
wamezisifu waboni kikomo hawa kwadhika, wamezisifu waboni kikomo hawa kwadhika. Abdullah hadha asarra ali annaka la budda tadkhul inshallah walau bisalawat النهاريه هذه مثل العصر والظهر وعلى الاقل المغرب. قلت له انا بس مستعد ان ادخل في المسجد صلاه الظهر والعصر. قال لا، بس اولا انت تبدا في الصلوات الليليه، اولا تصلي المغرب والعشاء وصلاه الصبح، بعد ذلك شيئا فشيئا تتعلم. و فبدأت أسرق نفسي إلى المسجد لصلاة المغرب والعشاء والصبح. جاءني عبد الله حسين مرة أخرى يقول لي الآن بإمكانك أن تذهب وتصلي حتى صلاة المغرب صلاة الظهر والعصر. وشيئا فشيئا صرت أصلي الصلاة الخمسة كلها بإشارة من الأخ عبد الله حسين. فمرة بي رجل وأنا أدخل المسجد رآني وبسرعة ذهب إلى الوالد وأبلغه أن كينغا هذا رأيته يدخل في المسجد. الوالد كان في المزرعة، ترك المحراث وبسرعة جرى إلى القرية، فقيل له اجلس في طرف كذا، طرف جنب يعني طرف البيت، وانظر إلى المسجد، ترى كينغا هذا يدخل المسجد ويخرج لتتأكد أنه يعني تحول من الوثنية إلى الإسلام. فعلا جاء الوالد وجلس في مكان من حيث أنني لا أراه ولا، فدخلت في المسجد. أثناء الخروج وجدت واحد من بعيد يشير إلي كأنه يناديني يقول لي تعال، وأنا لم أعرفه. فأنا أسأل نفسي أقول هل أنا ولا غيري؟ وهو يصر يقول لي أنت بالإشارة. من هنا ذهبت إلى هذا الشخص، هل يريد أن يرسلني ولا ماذا؟ فلما اقتربت منه فإذا هو الوالد نفسه. ذهبت إليه بعد الخوف الشديد، ذهبت أسلم عليه، فمجرد أن مسكت يده هكذا لأسلم عليه مباشرة هناك أخذني وجرني وأسقطني على الأرض وبدأ يضربني في نفس الوقت حتى نكيت يعني أنتقل من حال إلى حال. فرأيت الإخوة المسلمين المصلين يجرون وراءه بسرعة، جاءوا وقالوا يا كريسة لماذا تضرب الولد هكذا؟ هذا ولدك والإسلام دين، لماذا تقتل الولد؟ من هناك قالوا يعني خلاص قبض يدي هكذا، قال من الآن أعود بك إلى القرية لأنني وصيتك ألا تدخل في الإسلام. ودخلت، أخذني إلى القرية تحت شجرة كبيرة وربطني هناك في الخارج بالسلاسل ويقول لي أنت لن أفكك من هنا حتى تقول بنفسك وبلسانك أنك تركت الإسلام. وأنا في ذلك الوقت لا أحب أن أنطق بهذه الكلمة، فعندما يقول لي هكذا أبكي بكاء شديد، فيأتي يضربني يا مجرم، ويضربني. العجيب أنهم يذهبون ليناموا، يدخلون في البيوت وأنا تحت هذه الشجرة، وكانت برودة شديدة في ذلك الوقت يعني بين شهر 6 وشهر 7. أما الوالدة في داخل البيت كانت تبكي تقول يا ولدي لماذا لا تترك هذا الدين؟ سوف تموت، سوف أفقدك. من هناك يا إخواني بدأ العذاب، وكان الضرب بالتناوب، إذا تعب والدي يأتي عمي يضربني. أخيرا كان يقول لي عمي هذا، يقول للوالد يا أنت لن تقدر على هذا، دعني وهو أنا سوف أتأكد أنه ترك الإسلام. فكان الضرب شديد، لكن إذا وجدت فرصة أنفلت من السلاسل وأجري إلى القرية أدخل في المسجد، يأتون إلى هناك
ويأخذونني ويردونني في السلاسل مرة أخرى. هكذا حتى مرة خططت المرأة الحضرمية هذه وجاءت وتقول لي: هل بإمكانك أن نأخذك ونفر بك إلى مكان آخر حتى لا تظهر أمام والديك؟ قلت لها: نعم يمكن. وبحمد الله بعد هذا جاء كذلك داعية في القرية باسم السيد محمد بن الشريف السعيد، أرسل أشخاص ليكلموني عن كيفية الانتقال من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، هل أنا مستعد؟ فكان الجواب بنعم، لأنني تعبت خالص من الضرب يعني. فخططوا في أن أدخل في السيارة، لكن في الفجر الباكر يعني في مع الفجر يعني. فلكن كيف أخرج؟ كانت مشكلة، لابد أن ألبس ملابس النساء، النقاب وكذا حتى أظهر مظهر النساء يعني، لئلا يعرفني أحد يعني. فلبست الملابس، بالليل دخلت في السيارة. هناك انفلت إلى جزيرة لامو، مكثت هناك تقريبا 3 سنوات. سمع الوالد أن كينغا هذا يوجد في جزيرة لامو، أرسل شخص عمي جاء إلى هناك ولا يدري أين أنا، والبلدة ما شاء الله واسعة، فجاء هناك مكث هناك تقريبا أسبوع يبحث عني. وذات يوم أنا أتذكر بعد صلاة المغرب أرسلت لأشتري حاجة من الدكان، وجدت شخصا قبض يدي هكذا ويقول لي: هل تعرفني؟ قلت: أعرفك، أنت عمي، هل الآن أتيت أريدك أن تعود إلى والدك لأنك أنت آبق. فأخذني إلى محطة الشرطة، تركني هناك، قال لهم: هذا فليبقى هنا لأنه آبق يعني، فر من أبيه والناس في البحث عنه. فمكثت هناك قرب تقريبا كذا أسابيع، والشرطي دائما مرات يلطمني ويقول لي: أنت جاهل لأجل الإسلام فقط تتعب والديك إلى هذا الحد، تفر من والديك، لماذا أنت كذا كذا، يسبونني هناك. لكنني كنت يعني على الصبر. فبعد هذا أخذني عمي ويريد أن يردني إلى هناك، ففقد التذكرة. أهل السيد محمد بن شريف السعيدي قالوا لي: الآن نظن أن والدك تهدأ إلى حد ما وزال الغضب عنه، فبإمكانك أن ترجع. فأخذوني وردوني إلى القرية. أنا أظن أن العذاب سوف يتخفف وسوف ينقص. فلما وصلت وجدت نفس العذاب، أتعذب وأتعذب وأتعذب في السلاسل. جاءتني المرأة اليمنية هذه الحضرمية هذه تقول لي: أنا أفكر في أن أرسلك إلى مدينة كليفي، تختفي هناك حتى إلى زمن ما ثم تعود، لعل والدك قد يكون تخفف عن الغضب. ففررت إلى مدينة كليفي، مكثت تقريبا 7 أشهر، وبعد ذلك رجعت إلى القرية، قرية الوالد، مرة أخرى وجدت نفس العذاب، تعذبت. جاءتني المرأة مرة ثانية تقول لي: الآن وصل الأمر إلى هذا الحد، أنت لا تكاد تموت، الآن أخذك إلى بلدة ماليندي، هناك قاضي اسمه الشيخ ناصر حضرمي. فذهبنا إليه وأخبرنا له قصة. أنا أتذكر عندما وقفت أمام هذا الشيخ بدأ الشيخ يبكي عندما رأى حالي من حيث الجروح والدماء في الأرجل. هل ضربت لأجل الإسلام فقط؟ قلت: نعم لأجل الإسلام. قال: لا لا ما يمكن. أخذ ورقة وكتب خطاب إلى الوالد يقول له: إذا سمعت أنك ضربت هذا الولد مرة أخرى تصير القضية إلى المحكمة يعني أي حكومية. من هنا تركني الوالد بعدما أعطيته الخطاب
وقرأ له العمدة عمدة القرية، بدأ الوالد يتحير ويقول لي: هل أنت الذي ذهبت إلى مكتب القاضي؟ هل أنت الذي ذهبت إلى الحكومة؟ يتأسف. من هناك يا إخواني وجدت الفرصة للدخول في مدرسة إسلامية، وبدأت من جديد أليف باء تاء ثاء. تعلمت هذه المدرسة باسم مدرسة النور الإسلامية، وفي سنة 74 ختمت الدراسة المرحلة الثانوية. لكن كنت أشعر أن الوالد كأنه يعني لم يرضى بعد، لا زال يعني أعيش معه على توسوس وتشاويش. بعد الانتهاء من الدراسة خرجت مباشرة إلى دولة أوغندا أيام عيد أميني، فكنت هناك مدرس للتربية الإسلامية. لم أخرج من هناك حتى سنة 78 عندما اندلعت الحرب بين الرئيس التنزاني نيريري وإيدي أميني يوغندا. من هناك خرجت وفررت إلى دولة كونغو. من هناك مكثت تقريبا سنة وزيادة. لكن من حيث الحياة كنت يعني أتعب تعبا شديدا، لأن الخمور هناك يعني والكلاب والخنازير شيء طبيعي يعني، والموسيقار في البلاد بالشكل لا يتصور. ذهبت إلى أحد الإخوة السوداني باسم حسب الله، ذهبت إليه قلت له: أنت دائما تذهب وترجع إلى السودان، تذهب وترجع، هل بإمكانك أن تأخذني إلى تلك الدولة حتى أرتاح لنفسي؟ قال لي: أنا بإمكاني أن أخذك في شاحنة، لكن على الشرط تدخل تحت أكياس الفحم، فإذا نجوت فأنت وربك، ولو تموت بس كذلك لا، أنا أرجو ألا تقع الملامة علي أنني قتلتك. فقلت له: أنا والله أنا مستعد. فكان يضع أعواد في داخل الشاحنة، بين الأعواد وأكياس فحم أنا أجلس في الوسط. كانت الرحلة لمدة 8 أيام من بلدة بونيا إلى حدود بين السودان ويوغندا بقرية اسمها كايا. فذهبت إلى هناك ومكثت هناك، فكنت هناك أدرس التربية الإسلامية كذلك، وأعيش في معسكر اللاجئين، لكنني مدرس. أخيرا كنت إمام هناك في مسجد كايا. بعد ذلك جاء وفد من الخرطوم يبحث عن أبناء اللاجئين الذين فروا من يوغندا ليأخذهم إلى المركز الإسلامي الإفريقي في ذلك الوقت في الخرطوم. فكان من ضمن الذين اختيروا أنا من الطلبة الذين اختيروا من الوفد. فمباشرة ذهبنا إلى الخرطوم ودخلت المركز الإسلامي الإفريقي. تخرجت هناك سنة 84 بشهادة دبلوم التربية. ومن هناك ذهبنا إلى العمرة، ثم رجعنا إلى منطقة إلى محافظة جوبا، ومن جوبا إلى كينيا.